السلام عليكم، انا ميلودي، يا رب تكونوا بخير. فيديو اليوم راح نتكلم على مجموعه الجوائز اللي راح توزعها مونتو لجميع لاعبي موبايل ليجند مجانا في شهر رمضان المبارك. وطبعا من المستحيل ان اذكر كل الجوائز في فيديو واحد، لذلك ان شاء الله في كل فيديو راح اذكر حدث او نوعيه جوائز اللاعبين راح يحصلوها. بالاضافه انا هم مسوي لكم مجموعه احداث ان شاء الله ومجموعه جوائز راح نوزعها ان شاء الله طيله ايام شهر رمضان المبارك. بس بالبدايه خلينا نقول الف مبروك للفائز بالالف جوهره من حدث المتابعة. إذا تريد تشارك بهذا الحدث أو الفعالية فهي أسهل فعالية أنا سويتها. كل اللي عليك تسوي تدخل على إضافة الأصدقاء وتكتب 770-717-90 وتتابع حسابي. بهاي البساطة أنت دخلت السحب، وأنا إن شاء الله كل أسبوع أدخل على المتابعين وأختار فائز بصيغة عشوائية يفوز بألف جوهرة. وكذلك نقول ألف مبروك للفائز بعجلة الحظ. إذا تريد تفوز بعجلة الحظ وتحصل على واحدة من جوائز العجلة، كل اللي عليك تسوي تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتعلق أي تعليق، وراح يتم اختيار تعليق عشوائي. يلا نصلي على حبيبنا محمد ونبلش شرحنا لليوم. وبسم الله نبدأ، وراح أتكلم لكم عن الفعاليات اللي أنا إن شاء الله راح أسوي لكم إياها في شهر رمضان. بداية وأول فعالية راح نسويها وراح تكون بالأيام القادمة هي البطولة الرمضانية اللي راح تكون جوائزها بقيمة 50,000 جوهرة. طبعا هاي 50,000 جوهرة مو خاصة بالبطولة فقط، 25,000 جوهرة راح تكون للبطولة و 25,000 جوهرة راح تكون جوائز للي يحضرون البث. راح نوزع لـ100 فائز هدايا عشوائية تتكون من جواهر بين الـ100 والـ500 جوهرة لكل فائز. بالإضافة راح نوزع 20 ستار لايت كذلك لكل فائز، وراح نوزع 60 اشتراك أسبوعي لكل فائز. يعني تلاحظ كمية الهدايا، راح يكون عندنا أكثر من 200 فائز بهدايا قيمة داخل الشهر الفضيل. واللي يسأل على موعد البطولة فإن شاء الله راح تكون في يوم 15 من الشهر الحالي. البث المباشر راح يبلش إن شاء الله الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والعراق. ننتقل للأحداث اللي مسويها كذلك داخل شهر رمضان. عندنا جيفاويات اثنين، واحد من عندنا السحب راح يكون يوم 17، وأذكركم إنه السحب راح يكون على 20 هدية. الهدية الأولى راح تكون سكين من سكنات الهيرو يحدد الفائز، بالإضافة إلى 4 فائزين راح يحصلون على الشحن الكامل للحدث مال يوم 17، بالإضافة إلى 15 فائز راح يفوزون بأربع بطاقات من داخل الحدث حتى يحصلون إطار أو ملصق من الحدث ويستمتعون به. وكذلك عندنا حدث ثاني هو حدث البطاقات مال المنقذون، راح يكون عندنا 40 فائز، كل فائز يفوز ببطاقتين. وما احب اذكر واكرر انه هذا الحدث افضل حدث سكنات باللعبه. مثل ما تشوفون الحدث اي شيء تسحبه يطلع لك سكن، فانت راح تحصل بطاقتين، يعني راح تضمن 80% انه انت تحصل على سكن من سكنات الحدث. وقبل لا انتقل واتكلم لكم عن الهدايا اللي راح تقدمها موبايل ليجند في شهر رمضان، احب اذكر لكم بالبدايه على صوره الفيديو. طبعا هاي الثلاث سكنات ان شاء الله راح تضاف بعجله الحظ، يعني راح تكون 3 سكنات مجانية راح نقدر ناخذها بهاي الجواهر اللي موجودة داخل العجلة باللعبة. وطريقة حصولك على هاي الجواهر هي من خلال التيكيتات، يعني تسحب بالتيكيتات تطلع لك هاي الجواهر الزرقاء وراح تقدر تجيب بيها السكنات الموجودة داخل الحدث. بعد دخولك للأحداث راح تدخل على خيار مكافأة شهر رمضان الكريم، وراح تدخل وتجمع الفوانيس. يعني كل اللي عليك تسويه يوميا سجل دخول حتى تحصل هاي الفوانيس. مقابل هاي الفوانيس راح تحصل على اطارات حصريه ونادره جدا راح تقدر تستلمها خلال شهر رمضان. احب اقولكم انه هذا اول حدث قدمته موبايل ليجند للاعبين، يعني تقدر تعتبره مجرد الافتتاحيه للجوائز المجانيه اللي راح نحصلها خلال شهر رمضان. راح نعطيكم نبذه عن الجوائز، ما راح احرق عليكم لان ان شاء الله راح اتكلم لكم بالفيديوهات القادمه. راح يكون اكو اكثر من 5 سكنات مجانيه لكل اللاعبين، راح يكون اكو اكثر من 1500 جوهره لكل لاعب موبايل ليجند داخل شهر رمضان الكريم، وغيرها من الهدايا الملصقات والاطارات والجوائز. بس كل شيء بوقته حلو، وراح اذكر لكم كل حدث قبل نزوله بكم يوم حتى يكون عندكم خبر وتكونون مستعدين للحدث. اما بالنسبه لحدثنا الحالي فمثل ما شرحت لكم هو حدث اطارات كلش جميل، اخذ الاطار اللي تحبه وخصوصا اللي يحبون يجمعون الاطارات. هذا كل شيء كان الفيديو اليوم، اتمنى تكونوا استفاديتوا من المقطع. في امان الله.